أهلا بكم. النهاردة يوم طبعا مهم جدا في عالم مثير اسمه الأشعة التداخلية. أنا من هواة التاريخ، هحكي لكم نبذة عن تاريخ الأشعة التداخلية كده عشان تتخيلوا. في 1923، وده في الطب يعتبر تاريخ حديث نسبيا لأنه الأشعة التداخلية من العلوم الحديثة، أول رؤية ناجحة للأوعية الدموية على الأشعة كانت اتعملت قام بيها دكتور عالم سويدي اسمه سيفين إيفار سيلدليجر. سيلدليجر ده طبعا اسم تقيل، انتوا عارفين من الاسامي السويدية، عمل عملية اسمها سيلدليجر اوبريشن وسميت باسمه، كانت الاساس لعلم الاشعة التداخلية. وجان بعد كده جه عالم تاني اسمه تشارلز دوتر، وده عمل عملية باستخدام الاشعة التداخلية عن طريق الدخول للأوعية الدموية، ودي بداية علم الأشعة التداخلية المهمة جدا الآن. المميزات اللي سجلها تشارلز دوتر في كتبه بقت أساس علم الأشعة التداخلية إن هي إيه؟ أول حاجة إنها عملية ذات طابع يتميز بالسرعة. ثانيا إنه ما فيهاش جراحات أو فتحات جراحية كبيرة، ده هي كلها فتحات بالمليمترات. ثالثا الريكفري بعد العمليه اللي بتتعمل بالاشعه التداخليه سريع جدا، اللي هي سرعه الحياه، العوده للحياه مره اخرى. فاصبحت من هنا ده البيزك الثلاثي اللي اتبنت عليه علوم الاشعه التداخليه. النهارده هتلاقي الثلاث حاجات دول بيتكرروا في كلامنا، اللي هي عمليه سريعة مش واخد وقت طويل، عشان كده عوامل البنج أو تأثيرات البنج السلبية مش هتكون موجودة لو في بنج أساسا، ممكن تكون من غير بنج. ثانيا الجرح الصغير. ثالثا الريكفري اللي هي إعادة الحياة مرة أخرى. طب في إيه؟ قصص عاملة إزاي؟ ده النهاردة الحوار الممتع مع عالم قدير واسم كبير بنفخر حقيقة، واحد من عواميد الفخر الكبيرة الموجودة في الناس الحلوة، وكمان أكيد في الدكتور النهاردة أكيد واحد من علماء هذا المجال ورائد قدير لهذا المجال، بنسعد جدا بالحوار معه وبيمتعنا بجد بهذه الأفاق العريضة للأشعة التداخلية. القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية والجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، الرائد القدير والاسم الكبير. منورنا يا استاذنا وشرف كبير لينا. يا اهلا دكتور ايمن، ازيك؟ انا بحب التاريخ فقلت يعني ايه طبعا اقول للناس، بس مش يعني علم الاشعه التداخليه ليس علم قديم. هو سيلدليجر ده العالم السويدي، ده اول واحد عمل التكنيك اللي تسمى باسمه اللي هو سيلدليجر تكنيك، وده يكاد يكون الاساس بتاع كل الاشعه التداخليه، ان هو حضرتك بتخش فتحه صغيره بمدخل ثم سلك مرشد ثم قسطرة، دي البيزكس فعلا زي ما حضرتك تفضلت الأول، دي البيزكس بتاع كل الأشعة التداخلية، سلك مدخل قسطرة. من أهم استخدامات الأشعة التداخلية مرضى أورام الكبد. الحقيقة الأشعة التداخلية جد غيرت تماما تاريخ علاج مرضى أورام الكبد وقلبتها رأسا على عقب. المريض ده كان بيبقى عنده ورم، الورم يبقى صغير، وبعن لسوء الحظ أورام الكبد دي أورام صامتة ولا تعبر عن نفسها إلا لما يحصل حالة انهيار للمريض. يعني المريض بيفضل ماشي، ورم صغير، الكبد ده يتأثر لحد ما بنقول إحنا دايما بيبقى داون هيل، أول ما تظهر يحصل زي انهيار. الورم كان بيبقى صغير وإحنا حتى لو اكتشفناه كنا بنشوفه قدام عينينا بينمو واحنا مش قادرين، مكتوف الايدي مش عارفين نعمل حاجه، لحد ما جت الاشعه التداخليه غيرت التاريخ في علاج مرضى اورام الكبد. لو عايزين ندي نبذه صغيره، احنا دايما اورام الكبد لازم احنا نبقى سابقينها بخطوه، بمعنى مريض تليف الكبد لازم يجري فحص مستمر كل 3 شهور بالموجات الصوتية ودالات الأورام عشان نكتشف الورم صغير، لأن ده أساس العلاج بالأشعة التداخلية. لو إحنا اكتشفنا ورم في حدود 3 سم على سبيل المثال
ورم صغير نسبيا. اول حاجه او اول اجراء والاجراء الكلاسيكي اللي احنا بنعمله ما يسمى بالكي، كي هذا الورم بالتردد الحراري كلاسيكيا وحديثا بالمايكروويف. دي طفره مذهله. الورم اللي احنا مش قادرين نعمل له عمليه جراحيه كبيره، تخيل حضرتك لو بصينا قدامنا بنخش بابره قطرها 2 مللي من خلال الجلد موجهه بالموجات الصوتيه عشان نوجهها لداخل الورم، نطلق موجات التردد الحراري او المايكروويف، يتحول هذا الورم النشط او هذا الوحش الى خلايا متليفه تضمر وتتلاشى. زي ما سعادتك شايف او زي ما المشاهدين شايفين الصورتين اللي في اعلى الصوره، الورم الحاجه المدوره اللي لونها ابيض، احنا عندنا في الاشعه المقطعيه احنا بنتابع بالاشعه المقطعيه دايما، الحاجه اللي لونها ابيض في الاشعه المقطعيه دي الحاجه الحيه اللي وصل لها دم او وصل لها صبغه في الاشعه. الصورتين اللي فوق دول الورم لونه ابيض يعني عايش، تحت الورم كله تحول الى اللون الاسود يعني ده ورم متليف او ورم خامل. لو تلاحظ حضرتك كمان ان الجزء الاسود اللي تحت اكبر من الجزء الابيض، لان احنا بنكوي مساحه امان زي ما يكون الجراح بيشيل الورم وبيشيل جزء حواليه. فده ازاي التردد الحراري بابره رفيعه حلت محل عمليه جراحيه كبرى، ودي تعتبر طفره رهيبه، مريض لا يمكن علاجه الى مريض عولج بوسيله بسيطه جدا. المدهش ان دي بتتم في خلال يعني من نص ساعة إلى ساعة تحت بنج بسيط جدا خاص للكبد. المريض بيقدر بنروحه بعديها 3 إلى 4 ساعات ويقدر يمارس نشاطه بعديها، لأن هو ما عندوش فتحات جراحية وبالتالي ما عندوش أي فترة نقاهة. طيب ده في الأورام الصغيرة. طب لو الورم كان أكبر شوي، على سبيل المثال 5 سم 6 سم، بننتقل إلى وسيلة أخرى من الوسائل المذهلة للأشعة التداخلية اللي هي الأسطرة أو الحقن. الأسطرة دي الأنبوبة السحرية، أنبوبة بلاستيكية دقيقة قطرها حوالي 2 سنتي، بندخل دايما من خلال الفخذ زي ما احنا شايفين. دي حالة حقيقية من الحالات بتاعتنا، أو ده المدخل الرئيسي نسحب زباله لكل الجسم، دخول للجسم. بنخش تحت بنج موضعي من الفخذ اليمين زي ما حضرتك شايف، المريض نايم اهو على جهاز الأسطرة اللي هو جهاز الأشعة اهو، من خلال الفخذ اليمين نخش بالأسطرة دي الفخذ اليمين لشريان الفخذ ثم الشريان الأورطي، ونوجه الأسطرة دي تحت جهاز الأشعة عشان ندخل لشرايين الكبد، ومن شرايين الكبد بنعمل خريطة شريانية نبين فين التغذية الدموية بتاع الورم، ونحقن زي ما حضرتك شايف كده. احنا بنخلط الاحمر ده دواء الكيماوي زائد ماده زيتيه اسمها البيدول، تاخد الدواء الكيماوي واحنا شايفين قدام عينينا اهو، احنا شايفين بنوجه الأسطرة وبنحقن الدواء داخل الورم بدقه. فحقنا داخل الورم كيماوي والماده الزيتيه تخلي الكيماوي يلزق داخل خلايا الورم اللي هي بتموته. مش بس كده، بعد ما بنحقن الخليط ده من الدواء الكيماوي والمادة الزيتية بنقفل الشرايين اللي بتغذي الورم ده، وبالتالي نقلل التغذية الدموية. فاحنا حقنا الكيماوي جوه ومنعنا التغذية الدموية، كل العوامل دي بتخلي الورم يضمر ويتلاشى ويموت. ده لو كان الورم أكبر شوية. زي ما حضرتك شايف هنا أهو الأسطرة دي أنبوبة دقيقة جدا أو أنا داخلين وبنوجهها من خلال الفخذ الايمن، واحنا شايفين قدامنا بدقه جدا الأسطرة. احنا بنشتغل على جهاز الأسطرة ده يقدر يشوف حاجات تصل الى ملي واتنين ملي زي ما احنا شايفين هنا. احنا قدامنا اهو الحاجه الدايره السوداء دي، هو احنا بنحقن الدواء اللي هو لونه اسود ده بيتركز داخل الورم، كل الورم اللي هي الدايره دي تشبعت بالخليط اللي هو الكيماوي زائد الماده الزيتيه اللي هي اللي بيدول كلها اتملت اهي. ده المنظر اللي على الشمال، ده فوق ده الورم قبل الحقن، وتحت الماده اللي احنا حقناها بيبقى لونها ابيض تركزت كلها داخل الورم، وفي النص في حاجات سودة ده هواء معناها ان الورم بقى متليف وبقى خامل
وبعد ما كان نشط في الصوره اللي فوق. ده في امر اخر وفي حاله مرضيه اخرى بتتعلق بالكبد، لكن هي بنصرف عليها ممكن تكون بقى اكيوت كونديشن اللي هو الصفره الانسداديه. ناس كتير ما تعرفش يعني ايه اوبستراكتيف جونز او صفره انسداديه. ده سؤال مهم دكتور ايمن. احنا الصفره نوعين، صفره نتيجه مرض في خلايا الكبد، وصفره الانسداديه اللي هي في انسداد في القنوات المريه، فالسائل الصفراوي وهو ماشي بعد ما افرز من خلايا الكبد المفروض ان هو يروح للامعاء بيقابل انسدادات في القنوات المريه دي، وغالبا بيكون يا اما حصوات او اورام. اشعه تداخليه عملت طفره في علاج الصفره الانسداديه. احنا عشان كنا نرجع الصفره لمسارها الطبيعي كان الحل كان جراحي، الجراح بيعمل عمليه اسمها باي باس بيوصل القنوات المريه من فوق الانسداد بالامعاء. احنا دلوقتي زي ما حضرتك احنا شايفين هنا بنخش من خلال الجلد زي ما شفنا بابره، من خلال الموجات الصوتيه، الحاجات السوداء الانابيب دي القنوات المريه. احنا بننشن عليها بالموجات الصوتيه اهو، دخلنا جوه القنوات المريه بالابره دي، وهنشوف لو شفنا صوره الجلد بعد كده ابتدى السائل الصفراوي يجي، معناها احنا داخل القنوات المريه. ده بالموجات الصوتيه هندخل السلك المرشد اللي احنا مدخلينه ده، ونبص في صوره الاشعه بعد كده اهو، الحاجه الحته السوداء دي القنوات المريه المتمدده، فجاه هنلاقيها وقفت وبقت القنوات المريه شعره. السلك المرشد اللي احنا دخلناه ده هنعدي بيه حته الضيق اللي هي قافله اهو، بنحاول نعدي دي او المنطقه دي او الورم اهو، احنا عدينا كل ده تحضيرا ان احنا نركب حاجه اسمها دعامه للقنوات المريه. دعامه للقنوات المريه دي يعني انبوبه قطرها حوالي 10 مللي معدنيه زي دعامات القلب كده، بتوسع الضيق ده اللي هو كان شعره، كاننا بنخلق قناه مراريه جديده. المذهل ان كل ده من الفتحه الصغيره اللي احنا شفناها من غير اي فتحات جراحيه. بعد ما دخلنا بنوسع زي ما احنا شايفين كده بالبالونه استعدادا ان احنا نركب اهو دي البالونه. البالونه دي بتوسع دي الاول تمهيدا بعد كده للخطوه بتاعه تركيب الدعامه اللي هنشوفها دلوقتي، الدعامه المعدنيه. دي مهمه جدا عشان ما يحصلش ري بالظبط كده بيبقى ليها زي بنقول ايه بنقول اكسبريشن معلش ريديال فورس، يعني هي بترجع القناه المريه لوضعها وبتاخد الايه بنوسع كل اجزاء دي توسيع. عشان هنا اهو الدعامه زي ما حضرتك شايف في حاجه احنا هنا دي بنفتح الدعامه بنشد عشان ايه نطلق الدعامه. الدعامه يعني بتبقى داخله مقفوله بالظبط، وتبدا تتفتح، نشيل الكفر اللي عليها ده عشان هي اهو مثل هي بتبقى سوستة لايك يعني بالظبط كده، وتبدا تنفتح فتبدا المسار بتاع، لانه وبالتالي بيبقى متالم جدا قبليه وبالتالي غير الالم ارتفاع نسبه الصفره بيلخبط كل الجسم. وبعدين ارتفاع الصفره يخش على الكلى يعمل مشاكل من اللي هو البيلروبين نفروباسي او تاثير الصفره على الكلى ثم على المخ ثم التهابات في القنوات المريه. الحقيقه عندنا انسداد الصفراوي ده حاله طوارئ، اكيوت كونديشن، حاله طوارئ يعني لازم على طول في نفس الليله نبدا ننزل نشتغل عليه. ده من ضمن الحاجات المهمه جدا. اجي بقى للحاجه اللي تهمني انا قوي على المسار مدار الشغل انا يعني، فاللي هي الغده الدرقيه. دي مش طفره، ده احنا بنسميها في الاشعه التداخليه وريحتونا الفتح المبين وريحتونا لان المريض كان عنده رعب، المريضه كان عندها رعب صحيح الجراحه صحيح وشق الجراحه. مش رعب، ده كان كابوس يا دكتور ايمن. تخيل حضرتك واحدة عندها ورم حميد في الغدة الدرقية، وظائف الغدة سليمة، بس هو الورم الحميد ده عامل لها تضخم في الرقبة، أو ضاغط على القصبة الهوائية مضايق النفس شوية أو مضايق البلع، ولازم علشان تتخلص من هذه الأعراض إنها تعمل فتحة رهيبة كبيرة جدا وعملية جراحية كبرى تحمل بعض او مخاطر كبيره، تاثير العصب، تاثير على العصب اللي بيغذي الحنجره،
وجراحه دقيقه جدا. جت الاشعه التداخليه، عشان كده انا بقول فتح مبين، حلت الاشكاليه دي. احنا مش خايفين من الورم، لان هو خدنا عينه وتاكدنا انه حميد، ويمكن دي عمليه ايه حقيقيه قدامنا، مش خايفين من الورم ان ده ورم حميد. فبندخل بابره رفيعه جدا تحت الموجات الصوتيه ببنج موضعي، وساعات ندي مهدئ خفيف كده لو المريض قلقان. هنا ده المريض كان عنده الحقيقه صعوبه في التنفس، ما بيقدرش ينام فلات، عشان كده لو تلاحظ حضرتك احنا حاطين له خمسه بالظبط، حاطين له 45 درجه، يعني مش نايم فلات، مش نايم على ظهره بالكامل، وحاطين له اكسجين لانه كانش يقدر ينام فلات، وسنه كبير وما يقدرش يعمل عمليه. بندي بنج موضعي تحت الموجات الصوتيه، وندخل بابره التردد الحراري. إبرة التردد الحراري دي إبرة قطرها حوالي 2 ملي، بنوجهها للورم الحميد زي ما احنا شايفين تحت السونار، وبعدين بنطلق موجات التردد الحراري تكوي خلايا التضخم ده بالكامل. الحقيقة بعد الخلايا لما تتكوي تبتدي تصغر وتتضاءل، والورم اللي كان كبير جدا وضاغط على الأعضاء المجاورة سواء القصبة الهوائية أو المريء أو طالع لبره عامل الشكل اللي مش لطيف ده، وخاصة عند الستات، يبتدي يختفي. الجويتر ده التضخم يختفي، النفس يبتدي يرجع لطبيعته، لو كان في صعوبة في البلع تختفي. المذهل إن الإجراء ده بيتم يعني بالكتير ما بناخدش أكتر من نص ساعة ببنج موضعي. المريض أو المريضة ده لو احنا شايفين هنا ده جهاز التردد الحراري أهو، اللي هو متوصل بالإبرة اللي هي بتخش داخل المريض تحت الموجات الصوتية. احنا بنبقى شايفين قدام عينينا الإبرة رايحة فين، المكان العصب بتاع الحنجرة معروف، احنا بنقول أشعة لأن احنا شايفين كله أندر فيجن. بعد ما بيحصل الكي، الإبرة الجزء اللي بيتحرك ده، بعد ما بيحصل الكي الجزء اللي اتكوى بيبقى لونه ابيض بيبين قدامنا، بنغطي كل الورم ده بالكامل عشان نضمن ان هو هيضمر ويتلاشى. دي طبعا انيميشن، ده انيميشن بيبين الفكره ازاي، او الابره بتخترق الجلد. ساعات بتبقى العمليه الجراحيه صعبه فعلا. اهو الحقيقه دكتور ايمن، كلما امكن تفادي العمليات الجراحيه بوسيله أقل تدخلاً مينيمال انفيزيف وآمنة بلا أي فتحات جراحية، كل ما كان المريض الحياة بيفضل كده. عشان كده دايماً أنا بسمي دي الفتح المبين في عالم الأشعة التداخلية. وريحت ناس كتير كانوا مترددين، نقول لهم لازم تعمل صحيح عملية، في جويتر كبير، صحيح في ضغط التنفس يا عم. بص حضرتك يعني المريض ده على الشمال وصل لأنهي مرحلة حضرتك؟ كتير من دول موجودين على الشمال، شوف اللي حضرتك الورم وصل لمرحلة مش قادر من ياخد القرار. احنا دي صورة المريض ده بعد 3 أشهر. المريض ده كان عنده ورم كبير ضاغط على الشريان السباتي اللي هو بيغذي المخ، كان بيجي له دوخة، ما كانش بيقدر ينام فلات، وما كانش قادر طبعا يتبنج ولا يعمل عملية، حتى لو وصل للمرحلة دي واضطر ياخد القرار ما كانش هيقدر. احنا بالإجراء البسيط ده لو نبص على اليمين ده المنظر بعد التردد الحراري للغدة الدرقية. في محطة ثانية مهمة جدا هي محطة دوالي الثقيل. دوالي الثقيل دي بقى مشكلة المشاكل، ودي ملتقى التخصصات. علشان كده انا سميت الحلقة دي الحلقة البانورامية، اللي هي ان احنا بناخد بانوراما او تأمل للأشعة التداخلية قدرت تعمل ايه في كل اجزاء الجسم المختلف. دوالي الثقيل ده مرض شائع، وبرضه كان علاجه لو احنا بصينا الهيستوري كان جراحة. الدوالي دي طبعا تمدد في الأوردة لما الصمامات بتبوظ فيها، تتمدد وتدي المنظر اللي احنا بنشوفه كلنا، الأوردة اللي هي المتعرجة اللي باينة تحت الجلد اللي هو الدوالي. كان الحل ان احنا الأوردة المتمددة دي الجراح بيفتح ويشيل الأوردة دي عشان نتخلص منها. الأشعة التداخلية برضو أوجدت حل سحري، ده انيميشن بيوضح لو الوريد احنا داخلين فيه بنخش بحاجه بنعمل ما يسمى كي الدوالي بالليزر. قسطره الليزر دي قسطره برضو دقيقه جدا في طرفها ليزر، بنوجهها تحت الموجات الصوتيه تخش الوريد، وزي ما احنا شايفين الانيميشن ده من نقطه صغيره جدا نخش داخل الوريد، بدل ما نشيله جراحيا احنا بنلغيه ونكويه من الداخل.
دي بتكون النتيجة. لو احنا بصينا على الشمال دي الدوالي المتمدد. بص حضرتك المنظر ازاي رهيب. وبص دي بعد الكي بالليزر لو نلاحظ ما فيش اي فتحات جراحية تماما، والدوالي اللي هي متقدمة جدا اختفت خالص في الناحية العالمية. ده من الانجازات الكبيرة جدا في الأشعة التداخلية. المرضى دول كتير جدا يا دكتور أيمن. وبرضو علاج الدوالي الحقيقة مش بس منظر، ليس رفاهية، لأنها بتتطور وتوصل للآخر لقرحة وأمراض إحنا لا يحمد عقباها. الأشعة التداخلية اقتحمت عالمين، عالم خاص بالذكور وهو البروستاتا، وعالم خاص بالإناث وهو الفيبروت. هنبدأ بالذكور البروستاتا. السيدات أولا طبعا، كان بروتوكول كده. لكن أنا هبدأ بالبروستاتا. خلي الفاكهه في الاخر، خلي الفيبروت في الاخر. اهم من اهم الانجازات برضو الاشعه التداخليه دوالي الخصيه. دوالي الخصيه ده مرض برضو موجود في الشباب. لو تمددت الاورده اللي حوالين الخصيه نتيجه برضو مشكله في الصمامات، الاورده دي بتتمدد وتكون مجموعه من الاورده المتمدده حوالين الخصيه، وبالتالي يحصل مشكلة في تصنيع الحيوانات المنوية، يا إما عدد الحيوانات المنوية أو نوعية الحيوانات المنوية، وكل ده بيؤثر سلبا على الإنجاب أو القدرة على الإنجاب عند الرجل. هنخش ببساطة من وريد الرقبة. وبرضو دي كانت دايما أنا المريض لما بيجي يسألني هنعمل العلاج دوالي الخصية بالأشعة التداخلية إزاي، أقول له هنخش من الرقبة، فيحصل بيستغرب جدا. لا، كل أوردة الجسم موصلة ببعض. احنا بنخش من وريد الرقبة على الوريد الأجوف العلوي، ثم القلب، ثم وريد الأجوف السفلي، ونوصل في الناحية الشمال للوريد الكلوي، ومنه إلى الوريد الرئيسي اللي بينزل على الخصية، ونقفل هذا الوريد من الداخل. بنقفل الوريد من الداخل بملفات حلزونية أو بمواد صمغية أو مواد رغوية. كل المواد دي مؤداها أن احنا بنقفل الأوردة دي من الداخل، وبالتالي نلغي الأوردة المتمددة حوالين الخصية، وبالتالي ترجع تصنيع الحيوانات المنوية لوضعها الطبيعي. احنا بنخش من الوريد الحقيقة، احنا بعد ما نخلص الإجراء ده اللي هو بيتم في حوالي نص ساعة، بنخلي المريض بس يدوس هنا لمدة 5 دقايق ويقدر يروح البيت على طول. فتحول الأمر من مريض كان بيعمل جراحة في حتة دقيقة وحساسة وبيقعد فترة نقاهة كبيرة، إلى مريض بيعمل إجراء في نص ساعة ويروح البيت كأنه خد عينة الدم. البروستاتا بقى. ده الدوالي الخصي. البروستاتا ده برضو من الأمراض، أمراض السن. تضخم البروستاتا، البروستاتا بتتضخم بتضغط على الـ مجرى البول، وبالتالي المريض يجد صعوبة في التبول. كان الحل الوحيد ان المريض ده نخش من مجرى البول وجراح المسالك يعمل له منظار. المنظار ده بنشيل الجزء من البروستاتا اللي حوالين مجرى البول، يرجع تدفق البول الى مجراه الطبيعي، ويرجع المريض يتبول بأريحية. الحقيقة بجانب ان دي عمليه جراحيه وبنجو كده، في بعض المشاكل بيحصل ساعات عدم تحكم في البول عند بعض المرضى او قصف مرتجع. اشعه تداخليه احنا بنخش بالقسطره للشرايين اللي بتغذي البروستاتا، ونحقن حبيبات بتقلل الدوره الدمويه بتاع البروستاتا، تبتدي البروستاتا حجمها يقل، وبالتالي الضغط على مجرى البول يقل، وبالتالي المريض عادات التبول عند المريض، عدم تفريغ البول، ان هو بيقوم بالليل كتير، كل العادات التبول ترجع الى وضعها الطبيعي. كل ده من غير فتحات، من غير اي فتحات جراحيه. المريض الحقيقه احنا بنعمل له من خلال برضه شريان الفخذ الايمن، بينام حوالي 5-6 ساعات عشان داخلين في الشريان، ويقدر يروح البيت مباشره ومبقاش فيه اي فتره نقاهه. فيبرويد. دول الذكور. فيبرويد في الستات طبعا، الاورام الليفيه، ودي كانت برضو مشكله كبيره جدا عند كتير من الستات. الست بيبقى عندها ورم ليفي،
طول ما الورم الليفي ساكن احنا بنقربلوش، لكن لما يبتدي يعلن عن نفسه ويحصل النزيف المتكرر عند السيده او تضغط او يضغط على المثانه او المستقيم وتبتدي تشتكي من اعراض كثيره، تغير في عادات التبول او المشكله عند التبرز، لازم ناخد اجراء اشعه تداخليه. جت قدمت برضو حل مذهل من خلال القسطره بنفس فكره البروستاتا، نخش لشرايين الحوض، نوصل لشرايين الرحم. لو بصينا هنا على الفيديو بنحقن الحبيبات الماده البيضه دي، بنوجهها بدقه للشرايين اللي بتغذي الورم الليفي ونحقنها زي ما احنا شايفين الحبيبات اهي بتسد الشرايين. اي عضو او اي جزء من الجسم بتمنع عنه التغذيه الدمويه يبتدي يحصل له زي ضمور، فده اللي احنا عايزينه، بنقلل الدوره الدمويه او نقفلها يضمر الورم. لو بصينا هنا احنا بنتابع برانين المغناطيسي على الشمال، الدايره الحمراء دي حجم الورم قبل الحقن، وده لو بصينا شوف ازاي تلاشى بعديها بحوالي 3 شهور لما عملنا الرنين المغناطيسي بعد الحقن. لما الورم يتلاشى كل الاعراض اللي هو بيسببها بتبتدي تختفي، سواء النزيف، سواء ضغط على المثانه، سواء ضغط على المستقيم، كل ده برضه بنفس المنطق، كل ده من غير اي فتحات جراحيه وبالتالي من غير اي فترات نقاهه. الست بس فيه شويه مغص زي مغص الدوره الشهريه كده، بديله علاج بسيط وبيختفي بعد كده. الحقيقه اسعدتني بهذه البنورامية، ربنا يخليك. اجمل انواع الحلقات البانوراميه اللي هي فيها شكل درامي من المرور على مختلف الاشكال المرضيه وازاي وضعت الاشعه التداخليه حلول لهذه الاشكال المرضيه. دي حلقه تامليه زي ما قلت لحضرتك، حلقه بانوراما يعني لما كل الفروع التخصصيه اللي دخلت فيها الاشعه التداخليه بنسبه كبيره جدا. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور اسامه حته، استاذ الاشعه التداخليه بكليه الطب جامعه عين شمس، سكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه، عضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه واللجنه العلميه للجمعيه العربيه للاشعه التداخليه. اسعدنا جدا في احدى حلقاتنا الرائعه كالعاده في واحده من الفروع الطبيه اللي بتحل مشاكل كثيره جدا، وعندنا احنا بقى بتحل لنا مشاكل مع مرضى يرفضوا الجراحات وربما رفضهم للجراحات ده يدخلهم في مشاكل ضخمه جدا. جات الاشعه التداخليه تعاملت مع هؤلاء المرضى ومع اسبابهم ومبرراتهم لرفض الجراحات بشكل من يعني اقول ايه الاسعاد الكامل لكل الاطراف، كل الاطراف ساعدوا، اطباء البطنه ساعدوا، اطباء الكبد ساعدوا، كل الناس بقوا مبسوطين جدا والفضل لهذا البرانش الرائع جدا. نورت الناس الحلوه. شكرا شكرا دكتور ايمن، ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك، خليكم دايما معانا بقى مع الاشعه التداخليه مع الناس الحلوه. النهارده يوم مهم جدا في عالم الاخصاب المساعد، في عالم مهم اسمه اختيار جنس المولود. تحديد جنس المولود ان انا اختار جنس الطفل او الجنين في بطن امه هيبقى ايه؟ هيبقى ذكر ام انثى؟ طبعا دي تقنية حديثة جدا وفي تقدم كبير قوي حصل فيها في السنوات الأخيرة جدا. لابد أحضر الزوجين كويس، ما استعجلش عليهم، ممكن أخره 2 شهر، ممكن أخره 3، أجهز لأن